بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في نشرة أخبار الثقافة من قناة عمان الثقافية، والبداية مع أبرز العناوين. السلطنة تحتفل بيوم البيئة العمانية الذي يوافق 8 يناير من كل عام. الاحتفال باليوم العربي لمحو الأمية. وندوة علمية عن حياة ومؤلفات العلامة الراحل الشيخ سعيد بن خلف الخروصي. طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى التفاصيل. تسليط الضوء على ملامح من سيرة العلامة الراحل الشيخ سعيد بن خلف الخروصي وما خلفه من نتاج أدبي وفقهي وعلمي، أبرز أهداف الندوة العلمية عن حياة ومؤلفات العلامة الراحل بجامعة سلطان قابوس. وتأتي إقامة هذه الندوة تزامنا مع مرور عام على وفاة العلامة الشيخ سعيد بن خلف الخروصي، وتعرف الندوة الأجيال بحياة العلامة من حيث النشأة والتكوين وسيرته القضائية ومواقفه وأحكامه التي تحلت بالإنصاف والعدل، كما تفتح مجالا للباحثين والمهتمين بالتراث الفقهي والقضائي والأدبي لسبر أغوار تراث الشيخ الغني بهذه المفردات. رعى فعاليات الندوة صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي الممثل الخاص لجلالة السلطان. تشارك السلطنة ممثلة بوزارة التربية والتعليم الدول العربية الاحتفال باليوم العربي لمحو الأمية الذي يوافق 8 يناير من كل عام. وتهدف السلطنة من الاحتفاء بهذا اليوم إلى توعية المجتمع بمشكلة الأمية وتشجيع الأميين على الالتحاق بصفوف محو الأمية واستقطاب مؤسسات المجتمع المحلي لدعم وتمويل برامج ومشاريع الوزارة في هذا المجال. كما يصاحب هذا الاحتفال تدشين العقد العربي لمحو الأمية 2015-2024 والذي اعتمدته جامعة الدول العربية ليكون عقدا للقضاء على الأمية في جميع أنحاء الوطن العربي بكل أشكالها. تحتفل السلطنة بيوم البيئة العمانية الذي يوافق 8 يناير من كل عام. ويأتي الاحتفال بهذا اليوم بناء على التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، وتجسيدا للدور الكبير الذي تقوم به السلطنة في حفظ البيئة والاهتمام بها. على أنغام الفنون العمانية التي تشتهر بها محافظة ظفار، دشنت وزارة البيئة والشؤون المناخية احتفالاتها بيوم البيئة العماني الذي يوافق 8 يناير من كل عام، وذلك إيمانا بأهمية المحافظة على البيئة وصون الطبيعة، وليكون يوما خاصا للمهتمين بالبيئة يعبرون فيه عن فرحتهم لما وصلت إليه السلطنة من إنجازات في مجال حماية البيئة. وجاء احتفال هذا العام تحت شعار بيئة نظيفة ومستدامة. تحتفل عمان اليوم بيوم البيئة العماني، وقد أتى تحديد هذا اليوم من لدن المقام السامي لحضرة مولاي صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، تجسيدا للاهتمام والرعاية التي توليها الحكومة الرشيدة في الحفاظ على البيئة وعلى حمايتها من التلوث وصون الطبيعة من الأنشطة البشرية المصاحبة عادة لمسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها بلادنا الحبيبة. الاحتفال بيوم البيئة العمانية الذي أقيم بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه تحت رعاية سعادة الشيخ سالم بن عوفيت الشنفري رئيس بلدية ظفار اشتمل على أوبريت غنائي ومسرحي هدف من خلاله القائمون عليه إلى إيصال رسائل توعوية بأهمية المحافظة على البيئة، كما اشتمل أيضا على عرض فيلم قصير عن التنمية المستدامة في سلطنة عمان. انتبه، أنا صوت البيئة وضمير الغطاء النباتي، تجد من أغصاني ظل يقيك من أشعة الشمس الحارقة عند نوت مني ومني الثمار
الإنسان والحيوان. الاحتفال اشتمل أيضا على تنظيم معرض مصاحب احتوى على معروضات متنوعة أظهرت الجهود والإجراءات التي تقوم بها مختلف الجهات الحكومية والخاصة في مجال حماية البيئة والتوعية بأهمية المحافظة عليها. تم اختيار شعار الاحتفال لهذا العام بمسمى بيئة نظيفة مستدامة، ليستشعر الجميع أنه هناك تحديات كبيرة تواجهها البيئة العمانية، ويعني وتسعى الوزارة إلى تذليل هذه الصعاب طبعا بالتعاون والشراكة مع المؤسسات الرسمية والأهلية الأخرى. يوم البيئة العماني مناسبة سنوية يتم الاحتفال فيها بما تحقق من إنجازات في مجال البيئة على المستويين الرسمي والمحلي، وتحقيقا لمبدأ المشاركة بين كل فئات وقطاعات المجتمع في مجال حماية البيئة لتنعم عمان ببيئة نظيفة ومستدامة. محمد بن أحمد سليم المهري، محافظ الظفار، صلالة. توفي المنشد الكويتي مشاري العراد عن عمر ناهز 35 عاما، وذلك إثر حادث سير. وعرف عن العراد حسن اختياره للكلمات وحرصه الشديد على تقديم رسالة تفيد الجمهور من خلال أناشيده التي قدمها، حيث صدرت عنه سلسلة أناشيد بعنوان يا رجائي الشهيرة، والتي تضمنت أنشودة فرش التراب يضمني التي تعتبر من أشهر الأناشيد التي قدمها، وذلك لما لاقته من نجاح كبير على مستوى الوطن العربي. أنسي لقائي والأهل أخبار الثقافة مستمرة من قناة عمان الثقافية، تتابعون فيها بعد قليل. فنانو النحت في الجليد يتنافسون بتصميماتهم للفوز بجائزة هاربن الصينية. أهلا بكم من جديد. الإبداع لا يقف عند حد معين، سواء في اختيار الشيء أو إتقانه، والنحت من الفنون العريقة الضاربة في جذور التاريخ، لكن النحت هذه المرة يأتي ليكون على رؤوس أقلام الرصاص. طارق حمدان لاجئ سوري يقيم في مخيم الزعتري للاجئين بالأردن، يستخدم أقلام الرصاص في مهمة أخرى غير المخصصة لها، إذ ينحت بدقة على سنونها أشكالا معقدة تحولها لأعمال فنية فريدة من نوعها. حمدان ذو 43 عاما كان شغوفا بالنحت منذ كان صبيا في درعا السورية قرب الحدود مع الأردن، ويقول إن هذه الإبداعات الفنية المنمنمة لا تستهلك منه جهدا سوى في التركيز. حبيت أشتغلها لأنها سهلة وبسيطة وخفيفة ورخيصة، ما بتكلفك كثير، ما بتكلفك مجهود تعبي، بس بتكلفك جهد بالتركيز. احيانا تقطع نفسك اكثر من 5 دقائق بس انت ما حتى ينضرب معك القلم، واحيانا بينكسر معك وبترجع برجع بعيد وبينكسر وبرجع بعيد. ويعمل حمدان في مخيم اللاجئين بادوات بدائيه مثل اسلاك مهمله او قطع خشب يجدها ملقاة في انحاء المخيم، ويقول ان هذه الهوايه تساعده الان في التغلب على الملل.
أنا بسوريا ما كنتش أشتغل بالمهنة بالهواية هاي، نادر يعني كل سنة سنتين تيجي عبالي مثلا أو أفضى حتى أشتغل شيء السلبي، بس مش بالشغل بالأمرصاص. بالأمرصاص اشتغلت هون بصراحة يعني، فهون من كتر الملل والقعود فحبيت أشتغل شيء. وتعرض أعمال حمدان في مركز بمخيم الزعتري الذي يؤوي زهاء 85 ألف لاجئ سوري، والذي فر إليه حمدان بسبب الحرب المستعرة في بلاده، وأوضح أنه يأمل أن يصل فنه للناس في أنحاء العالم، وأن يتمكن من إظهار النضال السوريين من خلال إبداعه الفني. وتوضح إحصاءات مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين في عام 2016 أن 93% من السوريين المقيمين في الأردن يعيشون تحت خط الفقر المحلي، والذي يبلغ 88 دولارا للشخص في الشهر. ويستضيف الأردن حاليا أكثر من 1,400,000 لاجئ، يعيش معظمهم في مناطق حضرية، بينما يعيش نحو 100,000 لاجئ سوري فقط في مخيمات. تعد السينما الأمريكية والمعروفة باسم هوليوود القوة الأبرز في صناعة الأفلام الأمريكية، وتحصد أرباحا طائلة كل عام. التقرير التالي يرصد لنا آخر الأفلام التي تخطت حاجز التوقعات حول العالم. تخطت السينما الأمريكية حواجز الأرقام في الإيرادات المالية، حيث تمكن فيلم ستار وورز ذا لاست جيداي الأمريكي من تخطي حاجز المليار دولار في أقل من 3 أسابيع منذ بداية عرضه في السينما العالمية. وتتنافس الشركات العالمية المعنية بصناعة الأفلام فيما بينها بما تقدمه من تقنيات متطورة في ظل الثورة التكنولوجية الهائلة لكسب الجماهير الشغوفة بمشاهدة الأفلام الحديثة التي تختلف في محتواها مما يعود عليها بمردودات مادية ضخمة، وذلك لما احدثته السينما من تأثير عميق على المشاهد على مستوى العالم بشكل عام وفي الولايات المتحدة بشكل خاص. ويعد فيلم ذا لاست جيداي الذي انتجته شركة ديزني لوكاس رابع فيلم تتجاوز إيراداته المليار دولار حول العالم في الفترة الأخيرة، وهو أحدث وأطول أفلام سلسلة ستار وورز أو حرب النجوم. الفيلم الذي تناول مغامرات النجوم والخيال العلمي من بطولة مارك هاميل وديزي ريدلي وكاري فيشر وأوسكار إيزاك وجون بوجيا وآدم درايفر، وتأليف وإخراج ريان جونسون. في مدينة هارين شمال شرق الصين، تنافس أكثر من 60 متسابقا من 14 دولة مختلفة في مسابقة دولية خاصة بمنحوتات فنية من الثلج والجليد. التفاصيل في هذا التقرير. أكثر من 60 متسابقا قدموا من 14 دولة مختلفة إلى هذا المكان في مدينة هاربن في شمال شرق الصين، ليتنافسوا بتقديم منحوتاتهم الفنية من الثلج والجليد في هذه المسابقة الدولية. وعلى مدار 3 أيام يتنافس الفنانون في هذه المسابقة لنحت كتل كبيرة من الجليد يجري جمعها من نهر سونغهوا القريب وتحويلها إلى تصميمات من وحي خيالهم، في سباق مع الزمن للخروج بعمل فني يفوز بالجائزة. الأعمال التي يقدمها المتنافسون في المسابقة وأكثرهم هواه ليست مجرد منحوتات فحسب، بل يسعى كل مشارك لأن يعكس من خلالها ثقافته، كما يقول وانغ تشونغ لونغ أحد فناني النحت الصينيين والذي يدرس هذا الفن في جامعة هاربن. بشكل عام يمكننا القول إن الدول الغربية تتفوق علينا من حيث فنية النحت، إلا أن مواطن قوتنا في هذا المجال تكمن في تقاليدنا وأفكارنا الكلاسيكية، لذا فإنني أعمل على إبراز تفاصيل العمل النحتي الذي أقدمه حتى لا ينسى الجميع تقاليدنا. وفي
وتستقطب المسابقة أيضا عشاق هذه الأعمال ومحترفيها من دول مختلفة ممن يقدمون منحوتاتهم فيها عاما بعد عام، ومن بينهم ريزموندو ميرو فنان نحت الثلج من سلوفينيا الذي قال إن فريقه يشارك في المسابقة للعام الثالث بمنحوت سماه البوابة البلورية نحو اللانهائية. وبدأت المسابقة في 6 يناير كانون الثاني بتسليم الحكام الجائزة لأفضل المنحوتات. قبل ختام نشرتنا الثقافية هذه عادة لأبرز عناوينها. السلطنة تحتفل بيوم البيئة العمانية الذي يوافق 8 يناير من كل عام. الاحتفال باليوم العربي لمحو الأمية. ندوة علمية عن حياة ومؤلفات العلامة الراحل الشيخ سعيد بن خلف الخروصي. شكرا لمتابعتكم مشاهدينا الكرام، نلتقيكم بإذن الله تعالى في جولة أخرى من أخبار الثقافة. إلى اللقاء.